إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه. أحبابي الكرام، مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة جديدة من فقرات اليوم المفتوح، والتي هي بعنوان تفسير الرؤى والأحلام. وإذا ذكرنا تفسير الرؤى والأحلام نذكر دائما في قناة الصحة والجمال فضيلة الشيخ إبراهيم حمدي مفسر الرؤى والأحلام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، شرفتنا. شرف الله مقدارك. أول حلقة أطلعها في تفسير الأحلام، مبسوط جدا أنا مع حضرتك. وإن شاء الله تعالى مشاهدينا الكرام، أي استفسارات عن الأحلام عن الرؤى، في أرقام دلوقتي هتظهر أسفل الشاشة، أرجو التواصل معنا أثناء الفقرة. شيخ إبراهيم، بداية كده عايزين نتفق على الرؤى والأحلام. نعم. هو مسمى واحد. تمام. الرؤى أو الأحلام هو ما يراه النائم في منامه. تمام كده؟ صح. يعني احنا متفقين على هذا الرأي. نعم. الحمد لله رب العالمين. احنا جايين النهارده نتعلم من حضرتك. ربنا يبارك لك وطول في عمرك وربنا يحفظك. طبعا حضرتك يعني خبرة في هذا المجال يعني. طيب شيخ إبراهيم، عاوزين نعرف هل في فرق بين الرؤى، الرؤية والحلم؟ يعني الاثنين الواحد بيشوفهم وهو نايم. نعم. لكن هل في فرق بين الرؤية والحلم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ترخيص يعني ايه ضئيل جدا كده، يفهمه العام والخاص ببساطة كده بين قوسين. الرؤية أي شيء فيه الخير وتظن بأنه شيء طيب فهذا رؤية. بسم الله ما شاء الله. تمام. على سبيل المثال، الرؤية دي تكون من عند مين؟ من عند الله تبارك وتعالى. من عند الله. فإذا جاءت من عند الله لا تكون مزعجة على الإطلاق. زي أفضل وأعظم رؤية في الوجود رؤية الحبيب عليه الصلاة والسلام. رؤية الأنبياء من أول آدم إلى محمد عليهم السلام. زي رؤية المساجد، زي رؤية الجنان، رؤية البحار، رؤية الأنهار، السحاب، النجوم، الكواكب. أي رؤية طيبة ومبشرة فهي من عند الله تبارك وتعالى. رؤية الثمار، زي رؤية الملائكة، رؤية السماوات، رؤية العسل، زي رؤية اللبن، رؤية الماء. كل هذه الأمور حنتكلم بإيجاز يسمى في علم الرؤى والأحلام بأنه رؤية. تمام. وبين قوسين كده أي شيء مزعج يسمى بحلم. تمام. تقوم إنك أنت إيه مشمئز ومتضايق، وزي القتل والذبح والصلخ، المطاردات، الوقوع من أعلى إلى أعلى، من أدنى إلى أدنى، زي النيران، زي الحروب، زي الجلد، زي السجن، وأمور كثيرة جدا، زي الحيوانات المفترسة. تمام. زي عالم الجن. دي كله بين قوسين اسمه إيه؟ اسمه حلم. حلم أو حلم. الشيء الثالث اللي هو الشيء اللي اسمه أضغاص وأحلام، وهو ناتج عن العقل الباطن الذي يعني في حاجة ثالثة؟ اسمه أضغاص وأحلام. الأضغاص وأحلام ده أنا مفكر في قضية من القضايا، أشوف الليل كله وأنا في المحكمة، دي ليس له تأويل. وتكلم عنه القرآن الكريم مع الكهنة، سيدنا يوسف، الكهنة مع سيدنا يوسف عليه السلام مع حاكم مصر، قالوا هذا أضغاص وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نحن ما نفهمش حاجة فين، بس هو الرؤية ما كانش كانت رؤية ساعتها، كانت رؤية، كانت رؤية، بس هم حب يهربوا منين؟ يهربوا من التفسير. لا هم مش يهربوا، هم مش عارفين، مش عارفين، هم حب ما مش عارفين. فقالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، والله أعلم. فتح الله عليك شيخي الفاضل. في قبل ما نبدأ في الحكمة من الأحلام والحاجات ده كلها، يعني أحب أذكر مشاهدينا الكرام أن لحد النهاردة بس، نعم، لحد النهاردة، نعم، كنت بقول أحلام إيه؟ كل شوية الناس بتحلموا، إيه الأحلام دي؟ واللي عمال يخترعهم في نفس اللفظ، نعم، يخترعوا فسر أحلام ويخترعوا كلام من ده. يعني اتصلت بأخ فاضل قال لي حرام عليك يا شيخ، نعم، ده الرؤى والأحلام دي حاجة ده أنت المفروض من الإيمان عشان تصدق بيها. جميل. يعني من الإيمان تصدق، نعم، بيها. فغيرت رأيي
قلت له بدي اطلع مع حضرتك الحلقه النهارده، نعم، وانا مقتنع ان في ايه رؤى واحلام. نضيف على كده ايه؟ نضيف على كده ان الاذان الذي يؤذن في الصلاه بناء عن الرؤيه. الاذان بناء عن ايه؟ عن رؤيه. بعثه النبي عليه الصلاه والسلام الوحي من الله كان الاول ايه؟ كان منام، كان بناء عن ايه؟ عن رؤيه. اقول حضرتك حاجه عجيبه جدا لا يعرفها الا القليل من الناس. الحرب السادس من اكتوبر كان بناء عن ايه؟ عن رؤيه. عن رؤيه. شيخ الازهر عندما راى انور السادات في منامه فراح قص رؤيه لعبد الحليم محمود، قال له ستعبر وتنتصر في حرب اكتوبر. بناء عن ايه؟ بناء عن الرؤيه. انا قرات قصه الشيخ الشعراوي عندما جاء بناء عن منام الشيخ الشعراوي. طبعا القصه بتاعته طويله جدا. تمام. انا عاوز ولكن... معلش مقاطع نعم. حضرتك يعني الاستاذ بس محمد الشاهد بيقول لي ان انا يعني ببالغ في هذه المقوله اللي قلتها. استاذ محمد الشاهد حقيقه والله بجد، يعني الورقه قدامي اهي موجوده. نعم. كلمه بسيطه جدا اقتنعت بيها والله، يعني نعم. قرأت نعم. سريعا عن الرؤى والاحلام في كم ساعه، ما تجيش نعم. في ساعتين ثلاثه. في حاجه جميله جدا قال لي ايه يا شيخ، قال لي لو في رساله او خطاب جالك من رئيسك في العمل تمام وتجنبته واهملته نعم. الناس هتقول عليك ايه؟ كله هينهار. نعم. كله هي نعم. تمام يعني نعم. معناته هيستخيب نقد شديد. نعم. صح كده؟ صح. فما بالك لما يكون رساله ولا خطاب من الله تبارك وتعالى. جميل. انا وقفت كده خلاص اقتنعت. نعم. يعني دي حاجة من الله تبارك وتعالى، يعني إن كانت حلم أو رؤية فهي من الله تبارك وتعالى، فهي رسالة يعني فهي رسالة. نعم. إما رسالة تحذير أما مبشرات. صح صح ولا شيخ؟ صح الكلام. طيب. نبدأ بقى يا شيخ ننتقل لإيه؟ للحكمة. يعني معلش يعني يعني أنا برضو على قد مش زي حضرتك يعني راجل مفسر أحلام، أنا على قد كده في يعني لسه النهاردة حالا قرأت، لسه قارئ النهاردة حالا. تمام. على رأي الأستاذ محمد الشاهد دلوقتي بتاع ألفه به. بتاع اقرا تمام كده. الحكمه من الرؤيا او الحلم ايه؟ يعني مقصود منها ايه؟ الله تبارك وتعالى يعني في اكيد لها حكمه. نعم. تمام. ممكن اعرف من حضرتك ايه الحكمه في الرؤى والاحلام دي؟ بتجي لنا ليه يعني؟ او الحكمه منها ايه اصلا؟ اولا اعقب على الكلمه اللي انت قلتها على معلوماتك، فانت انسان محترم وانسان على خلق، وانا على اعلم علم اليقين انك انت انسان من الله عليك بالفهم والعلم الحمد لله والحكمة. الحمد لله. وهذا الكلام تقوله ليس مجامل ولا نفاق ولا حب المجاملة، هذا يرجع إلى أنك أنت إنسان تواضع وتحب التواضع. لا حقيقة حقيقة أصلاً أنا مش مجالي. نعم. معلش يعني ما ألفش فيه، ده ما فيه تخصص أنا بتاع معلش يعني قراءة. نعم. كتاب تعليم تأسيس قراءة كتاب. دخلت النهاردة عشان حضرتك بس النهاردة مشرفنا في اللي أنا يعني أستضيف حضرتك في مجال الرؤى والأحلام. شرفني وسعدني. ومشاهدينا الكرام الشيخ معانا واتصالات عايزها بقى ما إيه لحد العشاء معانا. تمام كده؟ نفطر ونرجع لكم تاني. تمام؟ اتفضل يا شيخ كمل حضرتك. الحكمة من تفسير وتعبير الرؤى ايه؟ هي الحكمة بتبقى حكمة للمعبر. تمام. قبل أن تكون حكمة للرائي. هو ليه المعبر ما يظهر على التلفزيون؟ بس أستاذنك يا شيخ معلش يا محمد. اتفضل. لا أنا قصدي الحكمة مش اللي أنت حضرتك تعبرها. أنا عارف. أو أنا. عارف أنا عارف. أو أنا لا. أنا بتكلم بكلام باستفاضة في الأمر. تمام اتفضل حضرتك. لأن في ناس واخدة الأحلام زي أنا كده. في ناس شهرة. هنكمل بعد هذا الاتصال. معنا يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ استاذ يوسف السلام عليكم. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير وبصحة وبسلام وامان يا رب. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ ابراهيم؟ الشيخ مع حضرتك. عمر حبيبي. الشيخ مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا يوسف. السلام وانت طيب يا شيخ. صحة وسلامة يا يوسف. لو سمحت يا شيخ انا صليت الظهر النهاردة. نعم. ونمت بعد الظهر شوية كده. تمام. لقيت ان انا موجود في مسجد بيصلوا صلاه الفجر. نعم. بس لما توضيت يا شيخ وخرجت علشان اصلي فوقفت في صف كله عمال بيصلي، فانا واقف في الصف الاول. تمام. ففي واحد يا شيخ ساند على كتفي اليمين، فهم عمالين يقولوا خلي يوسف يطلع امام، خلي يوسف يطلع امام. تمام. فجيت اطلع لقيت ساند على كتفي، رحنا واقعين احنا الاثنين على الارض. تمام. تمام يا شيخ. رحت قايم من على الارض لقيت كتفي اليمين كله دم. لا نقط دم كده، نقط دم حمراء على كتفي اليمين على دراعي كله. تمام. فرحت يا شيخ قلت راح ماسك دراعي وحط ايده على مناخيره كده لمؤاخذة اللفظ، وراح ماسح في دراعي اليمين، فقلت له كفى كفى بالله وكيلا.
راح باصص حواليه وراح سايبني وخارج من الجامع خالص. تمام. رحت ماسح الدم ده يا شيخ ولقيته بيلزق كده، ولميت كل الاوراق والكوبايات الشاي زي احتكاس كده في المسجد، تمام. ولميت كله. فالراجل اللي موجود في المسجد بيقول لي هو انت كده هتشتغل بتاع الحمامات؟ فانا عايز اقول له لا انا هنظف بيت ربنا، بس ما قلتلهوش. لميت كل الكوبايات والاوراق وكل حاجه وغسلتها ونظفتها وغسلت الرخام بتاع الجامع وظبطت كل حاجه في الجامع يا شيخ. تمام بس على كده يا شيخ، ربنا يبارك لك يا يا شيخ. يوسف، نعم يا شيخ. انا هسألك سؤال بس ما توضحش على الهواء. تمام. انت ما تبحث عن امر من الامور والامر ده انت تظن انه هينقلك من السماء للارض. تمام. هذا الامر يا يوسف انت تظن انه هو في اموال كثيره جدا سيمن الله عليك بالغنى والثراء. تمام يا شيخ. صح الكلام ده؟ انا مش صحيح. تمام تمام. طيب هذا الامر هل من الممكن ان يكون فيه نوع من انواع المجازفه او المخاطره؟ الله اعلم. تمام، خلاص وضحت البينه يا اخ يوسف. شكرا شكرا استاذ يوسف. طب ما فسرتش حضرتك. ما انا فسرتش، بس هو احتراما لي ما ينفعش اقول له الامر ده. هو يبحث عن امر من الامور وهذا الامر إن وجده سيكون من الأسرياء. بسم الله ما شاء الله. ولكن أنا أقول له لا تبحث عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر فيه مخاطرة شديدة جدا جدا جدا، من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى السجن. لا إله هو الله. ممكن يكون فهم الموضوع ده، ممكن يكون أنت فهمت الموضوع ده طبعا يعني والجمهور كله فهم. ولكن برضو احتراما للآخر. الشيء الثاني، هو إنسان خير لأنه كان في المسجد، إنسان طيب، إنسان جميل. للأسف الشديد موضوع الدم لابد أن يكون حريص، لابد أن يتعامل بالأمور بعلم وفهم وحكمة، ويخلي باله من الأمور اللي هي فيها مخالفات قانونية. والله أعلم. جزاك الله كل خير يا شيخ حمدي. لكن شيخ ابراهيم حمدي، لكن قبل ما ندخل في الحكمه يعني، عشان يعني هل يعني انا ذات نفسي عاوز اعرف فعلا يعني، لسه بقول لك لحضرتك ان انا لسه داخل النهارده في اللي انا اتعرف بس على المجال حضرتك ده. يعني هل علم العلوم الشرعيه التفسير الرؤى والاحلام، ولا بيتاخد مثلا كده ايه يعني، معلش بالفي اللفظ يعني، بالفهلاوه كده يعني، ولا حاجه عن دراسه فعلا وعن قواعد؟ وفي قواعد أولاً فعلا دي يعني، دي من اكبر المصائب التي تواجهنا في على موضوع الشاشات العربيه والمصريه، ان من الممكن ان يكون مفسر احلام لا يريد شيء في اي شيء، واخذ هذا الامر فهلوه. ولكن ده علم. تمام تمام. وربنا بيقول في القران لسيدنا يوسف عليه السلام: ونعلمك من تاويل الاحاديث. اصلا بكلم حد يقول لي جات لي خاطره او خواطر كده، يعني بيقولوا خواطر. هو لابد ان تجتمع في المعبر حاجات معينه، اولا من ضمنها الفراسه. تمام. دي من عند ربنا، والفراسه دي متى اسمها بالنورانيه اللي هي والحكمة. كل انسان مطيع ربنا. لا، ده الفراسه غير الحكمه، ده غير دي كمان. يعني ده حاجه بقى كده يعني ذئب. لابد ان 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 المعبر لابد ان يكون حكيما. احنا تكلمنا في احد القنوات من يومين مع واحد سألني، مذيع بيسألني بيقول ان في بعض، بيقول انا سمعت بعض الاحيان ان معبر للرؤى والاحلام يقول ان فلان ده هيموت على الهوى. قلت له لا يجوز في شريعة الاسلام. تمام. ليس من الحكمة وليس من الدين وليس من الشريعة الترويع او التخويف. قلت له ده شرعا لا يجوز انك انت ترعب انسان بسواك، شرعا لا يجوز في شريعة سبحان الاسلام. الله. سبحان الله. فكيف تقول له انك انت حتموت؟ تمام. الا في حاجات يعني ضئيلة جدا. دي بالنسبه لايه، بالنسبه يعني هذا الامر. تمام. طب اما يعني بس يعني هو كعلم شرعي، علم شرعي فعلا وليه قواعد يعني مثلا. نعم. لابد يعني يكون دارس القران، دارس للسنه، عنده وعي بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. هنكمل الحديث. نعم. في تفسير الاحلام والعلوم، ولا هو كان علم شرعي او لا، او ليه. نعم. قواعد ولا لا، وايه هي القواعد بعد الاستاذه ناديه. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذه ناديه، تحياتي لحضرتك ووسط البرنامج. ربنا يبارك لك طول في عمرك يا فندم. كل سنه وحضرتكم طيبين. صحه وسلامه يا استاذه ناديه. طب يا شيخ ابراهيم، عندي لو سمحت حلمين شويتين. اتفضلي. طب الحلم الاولاني، اختي حلمت ان هي بتقول لواحده
اقرا الفاتحه 100 مره وصلي على النبي 100 مره هتخسي وانتي معاكي سبحه ولا اجيب لك؟ ده الحلم الاولاني حضرتك. يا ناديه، ايوه هي قال لها هتخسي ولا هتخفي؟ هتخفي. تمام، دي رسالة إن أختك تعمل حاجة اسمها الرقية الشرعية، من ضمن الرقية الشرعية إن هي تكثر من قراءة سورة الفاتحة، ولكن ليس هناك شرط يكون بعدد معين. الشيء الثاني، قلت مرارا وتكرارا إلى جميع البشر، عليكم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة على النبي شفاء من كل الأمراض، والله أعلم. شكرا. أقول الحلم الثاني بقى حضرتك؟ لا، احنا هنكتفي بحلم واحد بعد اذنك، عشان في بس في على الويتنج كتير قوي. شاكرين جدا. ام حمزه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي ام حمزه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، ربنا يعزك يا رب. معلش انا عندي حلمين. الحلم الاولاني، اول حلم حلمت ان، طب حلم حلم ممكن دخلت جسمي. لا يا ما تقولي يا ام حمزه، ايه اللي دخل جسمك؟ قطه سودا دخلت جوه الجسم. اه تمام. وتاني حلم، يعني دخلت جوايا ما اعرفش ليه. والحلم التاني بنتي هتقوله لك على طول يا شيخ. يا 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 الو، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حلمت ان انا كنت رايحه درس في مدرسه. تمام. وصاحبتي كنت متخانقه معاها في المدرسه، رحت بقى اتخانقت معاها وطلعت بره. ماشي. نعم. بعدين طلعت بره لقيت حاجه بتنزل، شفتها قمر، بس القمر ده كان بينزل بالراحه بس مش بينزل بسرعه قوي. تمام. كان بيطلع دخان رصاص كده، وانا وسمعت شيخ بيقول بسم الله الرحمن بس ما قالش الرحيم. بعدين بقى لقيت القمر نزل، وانا كنت عماله اشهد بالله عشان الموت يعني، لقيته نزل جنبيه والدخان كان بيطلع، وبعدها ما شفتش اي حاجه. بعدين صحيت خفت يعني. بس هي ماما قاعده جنبيكي؟ ايه، ماما قاعده جنبك؟ لا. طب خلاص، سمعنا بالتلفزيون. شكرا. شكرا ام حمزه. هي البنت المراه مصابه بنوع من انواع الاذى، لان في القطه دخلت داخل ايه؟ الجسد. داخل الجسد، فهي مصابه بنوع من انواع الاذى، عليها انها تكثر من قراءه ايه الكرسي. البنت نفس النظام متأثرة بالأم، ولكن البنت هيكون لها شأن طيب وشأن جميل وشأن عظيم جدا في البلاد والعباد. جزاك الله كل الخير. نروح بقى لإيه لسؤالنا، عشان برضه السادة اسمه شريف برضه عشان يفهموا يعني يستوعبوا، زي أنا النهاردة لسه أول يوم، فأنا عاوز أستوعب أنا. تمام. أفهم الحاجة. في قواعد معينة، يعني مثلا حضرتك بتحلم اسمك محسن يبقى من الإحسان، معلش. تمام. مش عارف اسمك إيه، هل الكلام ده صحيح بجد يعني؟ هناك في علم الرؤى والأحلام رموز ثابتة لا تتغير، رموز ثابتة لا تتغير، ولكن بجانب هذه الرموز اللي هو يجتمع فيها الفراسة تحت المعبر. يعني في رمز من ضمن الرموز ولا يجتمع فيه ايه، يعني لا ينطبق فيه تفسير الاسماء والاسماء. انت ممكن تفسر على حسب ما يلهمك ربنا، الهامي من عند ربنا كده. تمام. يعني اكتر من حاجه، يعني اكتر من حاجه، يعني في صفات، في اسماء، في مشتقاتها. نعم. ونفس الحاجه الحكمة والفراسة. الحكمة والفراسة. تمام، جزاك الله خيرا. معنا الاستاذ جمال بقى. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ كل سنه وانتم طيبين يا فندم. كل سنه وانتم طيب. السلام عليكم جمال. وانتم بخير جميعا. الله يسعدك كلكم وعلى مصر كلها، وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الجميل. وإياكم. وانت طيب حبيبي. اتفضل. الله يخليك. بعدين يا دكتور، بالنسبه للانسان مثلا بيشوف نفسه طاير في الهواء، طاير يعني ما بيقعش في اماكن عاليه مرتفعه، ما هذا التفسير بعد اذن حضرتك؟ كل عام وانتم تؤمرنا امر يا استاذ جمال، اسمعنا. شكرا. شكرا استاذ جمال. اتفضل يا شيخ. علم الرؤى والأحلام يا محسن من الأشياء الطيبة الجميلة. أكيد أكيد. يعني بعض أحيان الإنسان يرى في منامه أنه يطير في الهواء، وبعض أحيان يرى نفسه أنه يسير على الماء. دي ورد في علم الرؤى والأحلام. أكيد طبعا أكيد. ده ممكن إنسان يطير إلى فرنسا. فمن يطير، من يطير في الهواء أو يمشي على الماء، هذه كرامة ومن وفضل وعطاء له من رب السماء. جزاك الله خيرا. يعني احنا بقى دخلت لي في حته حلوه قوي جميله جدا عجبتني، بتقول لي انت يعني الرؤى دي شيء جميل. نعم. ندخل بقى في حكمه بقى، في الحكمه بقى، حكمه. نعم. ربنا فين في الايه، في الرؤى والاحلام دي؟ تمام. يعني ممكن تكون مبشرات. تمام. ممكن تكون تحذير. تمام. تمام. صح. ممكن كمان ربنا بيقول لي يعني يدخل سرور على نفسي. نعم. يكون حزين مهموم، ويجي حلم او رؤيه كده تخليني مرتاح.
ولا ايه راي حضرتك؟ صحيح، ده عالم الاحلام يا استاذ محسن. ان اردنا بحر بحر. يعني اديك مثال بسيط ولله المثل الاعلى، ما تكلمنا واحده تقريبا من المحله الكبرى، ما تقول لي يا فضيله الشيخ امي عليها رحمه الله وايام الاباء والاجداد عارفين الموضوع ده، ان هي كان معاها ذهب، ذهب كثير جدا، وحدانا بيت بالطينه وضعت الذهب ده في البيت، بس في اي مكان الله اعلم. ولينا من سنين نبحث مش لا نجد هذا، ايه هذا الذهب، جيب حد يفحت في الارض ما في شيء. فجاءت في يوم من الايام ورأت في منامها رؤيا، وتقول له والله يا بطل الشيخ حنان نلضه من اللي هي بتاع الزمان دي القديمه معلقه في الجدران خمسة العشرة. ها؟ خمسة العشرة. والله ما قالت ليش. فقالت لي ان هي جت لها الجدة المتوفاة، الجدة، وقالت لها انت وما عاوز ما تبحثوا على الذهب، الذهب موجود خلف هذه النلضة. سبحان الله. قال هي حيطة، بس حيطة ايه؟ الحيطان الزمنية دي القديمة كان عرضها حوالي 90 سنتي. ففحروا في بجانب بقصاد النلضة كده ووجدوا الذهب اللي هو يبحثوا عنه من سنوات عديدة. سبحان الله. علم الرؤى والاحلام يعني ده عجيب. يعني الرؤى ممكن تبشر لحاجات مستقبليه. نعم. تمام. وممكن تبين حاجات معينه غريبه، ممكن تبين حاجات حصلت في الماضي ولكن خفي عننا. يعني انا من ضمن رئيس قناه، لا داعي ذكر اسماء طبعا شرعا لا يجوز، سالتني واحده. يجوز يا اخي. لا لا لا. رئيس قناه سالتني واحده مذيعه اعلاميه، وقالت لي على كذا على رئيس القناه ده، قلت له هذا رئيس القناة سيقع في مأزق وفي بلاء وفي نكد وفي هم وفي الأيام القريبة. وقع فعلا في هذه الأيام في مأزق شديد جدا. أسأل الله جل وعلا أن ربنا يفرج عنه الهم ويسر له الأمر. أديك مثال بسيط جدا ومعروف ضيف الفضائيات وعلى يوتيوب، المذيع اللي هو الأخ الفاضل المحترم الأستاذ حمد الأمير، أكيد تعرفه. أي أعرف حمد الأمير، ده قريب الدكتور أحمد عمر هاشم. تمام. فكنا في إحدى القنوات الفضائية فسألني في تفسير رؤية، يقول لي شفت رؤية للفنان سامي العادل، فقلت له أنت لك صلة بي؟ في صلة؟ قال لي لا. في علاقة؟ قال لي ما فيش. قلت له المنام يبين بس بشرط ألا تخبره، لأنه شرعا لا يجوز في شريعة الإسلام. قال لي هي رؤية ما تبين حاجة وحشة؟ قلت له رؤية تبين على وفاة الفنان سامي العادل بالقريب العاجل. لا إله إلا الله. وفعلا بعد أسبوع توفاه الله، والأخ حمد الأمير موجود على قيد الحياة. فعلم الرؤى والحلام بحر، ده حاجة وعلم. وعلم شرعي فعلا، بس عاوز دراسة. نعم. مش أي معلش في اللفظ، يعني مش كل من هب ودب يعمل مفسر. نعم. صح كده؟ صح الكلام. ما شاء الله عليك، يعني نستفيد من علمك. يبقى الحكمة كده في بعض الحاجات برضه عشان السادة المشاهدين، فيه ممكن يبقى بشرة، ممكن يبقى تحذير من شيء. نعم. ممكن يخبرنا عن شيء فيما مضى وحدث فعلا بس احنا مش عارفينه، ممكن يخبرنا عن شيء مستقبلي، ممكن يخبرنا على شيء يريده المتوفى مثلا. يعني ممكن واحد ميت ويقول لك انا اريد صدقه، بناء عن ايه؟ عن المنام. لا، وحاجه جميله جدا قريتها مش عارف بقى حضرتك يعني يعني اكيد يعني هتصدقها. نعم. او تقول لي لا مش مظبوط كمان. يعني مثلا لو في واحد مثلا انا مثلا مفتري او ظالم او كده، ممكن تيجي لي ربنا يعني يبتليني بالاحلام المزعجه. نعم. عشان يزعجني فعلا يعني. صح. عشان ممكن يعني ايه ارجع، ممكن احس ان يعني اخاف من الله تبارك وتعالى، احس بخوف شويه وارجع الى الله تبارك وتعالى. ده والاعجب من كده، اقول لك كده، ده والاعجب والاعظم في ذلك في علم الرؤى والاحلام، ان ممكن تجي لك رؤيه تبينك انك انت ربنا سينصرك على عدو ظالم. بسم الله ما شاء الله. انا كنت في احدى المرات تامر علي اثنين، رجل وامراه، ونمت زعلان جدا، زعلان لدرجه لا يتصور احد. ليه؟ لان زي ما نقول اصعب من اصعب ما يكون لما يجيلك الطعن من انسان قريب. فنمت وانا زعلان، زعلان قوي، شفت رؤيه. فجاني مين؟ الشيخ سيد حمدي عليه رحمه الله، اللي هو يعتبر افضل مفسر احلام في مصر والشرق الاوسط وشقيق الاكبر. فقلت زعلان ليه؟ فقلت له يا مولانا زعلان علشان امر كذا وكذا. قال لي يا ابني ده انا علمتك، لا تحزن. قال لي انا علمتك، الم تقرا في القران الكريم؟ فقلت له وماذا قال القران الكريم؟ قال لي الم تقرا قول الله جل وعلا ويمكرون، يمكر الله ويمكر الله والله خير الماكرين. قال لي بكره، والله بنفس اللفظ، بكره ستسمع ثلاث اخبار ساره. والله يا استاذ محسن، الساعة 10 سمعت خبر، الساعة 1 سمعت خبر، بس الخبرين اللي أنا سمعتهم دول كان جمال جمال جمال. قعدت الساعة 12 بالليل ما سمعتش الخبر التالي، قلت أقول لك نام نام والله.
ويكتفي بالخبرين دول، ده خبرين زي السكر جمال. فلو نمت كده وبص على المحمول كده وانا هنام كده، جيت لي محمول من اول خدوه على الصامت ففتحت لقيت الخبر الثالث. وفعلا التنين دول وقعوا في بعض وافترقوا عن بعضهما. اسال الله جل وعلا يعني ربنا يعني يحفظ جميع الامه ويهدي الجميع. معنا معلش بقى التليفون بقى ام احمد ولا ناديه؟ طيب الاستاذه ناديه. ام احمد السلام عليكم. صباح الخير وبركاته. معلش ام احمد اخرنا عليكي. صباح الخير وبركاته. معلش يا ام احمد كل سنه وانت طيبه، اتاخرنا عليكي معلش. اتفضلي يا ام احمد. صحه وسلامه. اتفضلي. وصحه وسلامه الله يبارك. كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحه وسلامه. ازيك يا دكتور؟ ايه حضرتك؟ الحمد لله يا ام احمد تمام. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي معاك يا ام احمد. اتفضلي شيخ معاك على الهواء مباشره. حضرتك انا حلمت، انا جوزي ماشي، انا حلمت ان انا في بيت جوزي الثاني، جوزي الثاني. واحده واحده بس كده. ايوه يا ام احمد كملي. ايوه حلمت ان انا في بيت جوزي الثاني، في البيت الثاني. تمام. لقيت الارض كل العفش كله مش شال. تمام. والارض كلها طينه. نعم. الارض كلها طينه من اللي بتغلي. تمام. قمت واقف كده على جنب خوف، قلت طب انا هنام فين ولا اقعد فين؟ في الطينه دي. تمام. في الطينه دي. وبعدين بقول لها امال ايه؟ هنعمل ايه؟ قالت لي ما اعرفش. قلت لها طب وبعدين اضحكت من النوم بعد ما شفت جوزي. تمام. يا ام احمد. نعم. هو في حد قبل كده أذاكي أو تسبب لك في ضرر؟ جوزي ظالمني وجوزي ظالمني. ما تحدديش يا أم أحمد، اللي يصلح حالنا وحالك ربنا. تمام كده. اسمعينا من التلفزيون. شكرا أم أحمد، شكرا. ده يدل إن هي لقيت ضرر ولقيت أذى ولقيت ألم. معلش أنا هقول لك على حاجة، هي قالت إيه؟ زوجي الثاني. مرة واحدة متكلمني، وطبعا حاجه عجيبه من احدى الدول، ما تقول لي والله يا فلت الشيخ انا اقول لك على سؤال. قلت لها اتفضلي. قالت لي انا شفت في المنام ان انا واضرار اللي هم يعني اعتبر ازواج جوزها السته، فحكت لي قصه. هي ما تسال سؤال في الدين، فانا جعلها متكلم ايه رؤيه. بقول يا فندم رؤيه اللي انت بتحكي ده في المنام؟ قالت لا في الحقيقه. أقول لها إزاي في الحقيقة يعني؟ ستة. أنت ما تقولي ستة. قالت أيوة هو متجوزنا إحنا الستة. يا فندم هو متجوزكم يعني أنتوا على زمرة الستة؟ قالت والله على ستة. إيه في يعني؟ قلت لها إيه في؟ أنت ما تعرفيش إن هم المفروض أربعة. ما تعرفيش إن أربعة؟ قالت لا، أصل هو مفهمنا لأنه راجل شيخ. مفهمنا إن هو يجوز للمشايخ يتجوز كيفما يشاء، فمتجوزنا إحنا الستة. لا إله إلا الله. من إحدى الدول. خيرا يا شيخ خيرا. طيب دلوقتي يا شيخ مثلا عاوزين نعرف الاسباب اللي بتعيننا، او مثلا زي ما بيقولوا الاسباب المعينه على صدق الرؤيه. يعني مثلا انا عايز يعني احلم رؤيه صادقه. تمام. اعمل ايه؟ تمام. يعني اعمل ايه؟ يعني عاوز احلم فعلا، يعني عاوز احلم رؤيه صادقه، اعمل ايه؟ في حاجات معينه الانسان يكون مطيع لربنا. تمام. الانسان يكون اهم شيء وافضل شيء واعظم شيء في الوجود طاعه الله سبحانه وتعالى. أفضل شيء وأعظم شيء في الوجود أن يكون هذا القلب خالي الله من الحقد والغل والضغينة. بس مش يعني في ناس مش بعيدة قوي في زماننا ده دلوقتي، يعني لابد شوية زعل وشوية لابد موجود حاجة. ما هو في بس ده في ناس يا أستاذ محسن فظيعة نسمع عنها. ده إيه ده؟ إيه ده؟ مش بشر. ده في ناس عندها حقد وغل لا يعلم الا علمه. يبقى من اشد الاسباب واولها التقرب الى الله تبارك وتعالى وطاعه الله تبارك وتعالى. نعم. تمام. طب هل الاذكار لها عامل؟ طبعا. انت لو عاوز تشوف النبي عليه الصلاه والسلام، واي واحد عاوز يشوف سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، يصلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. لما تصلى على النبي تشوف النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لما تكون قريب للنبي وتحب النبي حتشوف النبي. فطاعه الانسان لربنا بالاستغفار والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هتشوف احلامك احلام جميله. يبقى الاذكار شيء مهم جدا. مهم جدا. مهم جدا. على ان الواحد يرى رؤيه صادقه. جميل. وطاعه الله تبارك وتعالى، وكمان يعني والصدق بقى والكذب. نعم. يعني هيؤثر برضه؟ طبعا.
لابد أن الإنسان المسلم يتحلى بالصفات الطيبة، الصفات التي افتقدناها كثيرا يا أستاذ محسن. طب نكمل معلش عشان المخرج بيقول لي بخلص. معانا الأستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا آسف يا أستاذ محمد، يعني القعدة مع الشيخ إبراهيم يعني مش عاوز أخلص والله. والله يا شيخ إبراهيم منور الشاشة، كل عام وأنتم طيبين. ربنا يبارك لك كل سنة وأنت طيب. حضرتك معايا حلمين صغيرين كده على السريع. اتفضل حبيبي. الحلم الأولاني مراتي حلمت إن هي بغرفة فيها أشولة مليانة قمح وأخوها معاها، ففيه مية جاية على القمح ده وهي عمالة تنادي يعني الحق المية تغرق القمح، الحق المية تغرق القمح. ده الحلم الأولاني. يا أخي محمد، أخي محمد، هو ربنا اداك نعمة أو اداك أمر من الأمور طيب جميل، ولكن للأسف الشديد موضوع الماء مصاب بالحسد، يعني رزق ولكن للأسف الشديد مصاحب بالحسد، والله أعلم. كمل. الحلم الثاني حلمت إن هي أهلها جوزوها لشخص، وبعد ما جوزوها وكتبوا الكتاب هي قعدت عنده يومين وبعد كده هربت وجت عندي تاني البيت وأنا على ذمتها برضه. مين اللي شايف المنام؟ المدام بتاعتي برضه. يعني هي اتجوزت برضه وقالت لك انت ان انا اتجوزت في المنام؟ اه. وسبت على كده خلاص يعني؟ معلش معلش. ده يدلل ان اخ محمد حتكتم على انفاسك لغايه يوم الدين. لن تفارقها ولن تفارقك الا بالموت. اسال الله جل وعلا ان يطرف عمركما وان ربنا يحبب ويؤلف ما بينكما. شكرا شكرا. والله اعلم. شكرا استاذ محمد. معلش الاتصال اللي بعده. معلش يا شيخ. لكم الامر. الاستاذه مروه، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي الشيخ ابراهيم. مع حضرتك. كنت حلمت حلم يا شيخ. اتفضلي يا مروه. كنت في السوق وكنت بشتري حاجات من ست، فالست ديت قالت لي خدي شجره التين دي حلوه تمام مذكوره في القران وكده، فانا اشتريتها منها وكانت خضراء تمام. وبعد كده قالت لي خدي برضو يعني كل حاجه انا بشتريها منها لازم اقرا عليها القران. انا قلت لها لا انا عايزه الحاجه بسرعه عشان مستعجله. انت متزوجه يا مروه؟ لا. ربنا سيمن عليك بالزواج، ابشري وقود الحمد لله، ولكن عليك بقراءه القران لحكمه ولعله. لا في تكمله. ها في تكمله لسه. لما ماشي كملي وبقى في اصله. كملي. لا يعلمها الا علام الغيوب. كملي يا مروه. تمام. بعد كده قالت لي في سمك مشوي انا اخدته منها. تمام. بس السمك ما عجبنيش قوي ساعتها. تمام. وبعد كده قالت لي كل حاجه هي بتديها لي تديني معاها رغيف عيش واسع. تمام. او رغيفين. بس وكانت بقى ماسكه المصحف وحطاه على رجليها وهي شكلها مش واضح ليا، وكانت بتقرا عليه قران على كل حاجه، فقالت لي لا انا كل حاجه هديها لك لازم اقرا عليها قران. بس كده؟ بس كده يا مروه؟ اه. ده نوع من انواع البركه في حياتك، وربنا هيجعل حياتك حياه طيبه جميله سعيده، ولكن اوصيكي عليك بالقران، والله اعلم. شكرا استاذه مروه. معانا ام محمد، السلام عليكم. تحت الله وبركاته. اتفضلي ام محمد، كل سنه وانت طيبه. وانت بصحه وسلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام محمد. شخبار حضرتك؟ اتفضلي. الله يسلمك. انا حنت يا شيخ ان انا كنت في مشوار وداخله بيتي، بفتح باب الشقه انا سامعني؟ سامعك يا ام محمد. اه. بفتح باب الشقه لقيت على الترابيزه بتاعته موز وابني قاعد بياكل فيه. بقول له الموز ده منين يا احمد؟ قال لي بابا جايبه. اللي هو ايه ده؟ موز. موز. اه. تمام. لقيت عندي على الترابيزه موز، بقول له منين ده الموز ده يا احمد؟ قال لي بابا جايبه، هو قاعد بياكل فيه. تمام. معلش في فرقه ثانيه لو سمحت اقول لك على فرقه ثانيه اقول لك عليه؟ اتفضلي. حنت برضه لاني بكون جوزي بيقول لي انا هديك 4000 جنيه انت واحمد. تمام. كل واحد فيكم 2000 جنيه. تمام. لقيت يا دكتور انا قعدت لحمه دي متناهات و100 وانا اداني خمسات وعشرات. تمام. قلت له انت تدي لحمه اكتر مني، فانت قلت بقى 2000 واتحت من النوم يا دكتور. هو زوجك معاكي؟ لا مش معايا يا دكتور، مظلومه شويه يعني، مظلومه شويه. ما كنت هقول لك هو ايه؟ يعني هو خلفك في بعض الحاجات اللي وعدك بيها. كتير أو بس والله. خلاص كده مو واحد قال لك 2000 وربع ما حفسر لك، يصلح حالنا وحالك ربنا. شكرا ام محمد. شكرا. وفضلت الشيخ هيفسر لنا الحلم. الموز ده رزق طيب جميل سهل دون تعب ودون عناء، لان الموز ما فيهوش نوى فمتاكل بكل سهوله وبكل يسر.
انما الشيء الثاني هو قال له هديك 4000 جنيه وقال له هديك مبلغ معين ثم تراجع في القول، فيدل ان هو يعني اخلف بعض الوعد لي في بعض الامور، وهي نقول فعلا حصل كثير يعني. جزاك الله كل خير يا شيخنا. معانا الاستاذه ناديه، السلام عليكم. انقطع الاتصال. نكمل يا شيخنا مش مشكله، يعني الاتصالات من كترها فالخطوط يعني. يعني الرؤيه هل كان لها مكانه زمان؟ يعني انا دلوقتي معلش انا دلوقتي لحد نعم. النهارده لحد النهارده للاسف، وانا بقول علنا للاسف الشديد طبعا كان يعني انا متاسف جدا نعم. وحاجه انا يعني زعلان عليها ان لحد النهارده كنت نعم. مش مهتم بالاحلام نعم. هل الاحلام والرؤى كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وايام الصحابه والناس اللي عتاولة دول كان لها يعني لها مكان عندهم؟ ده انا اقول لك على حاجه عجيبه جدا يزهل كثير من الناس. كان على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل وولاه على مدينه من ولايه من الولايات، فهذا الرجل كان قاضي، فلما تولي على ولايه ذهب بعد فتره وجيزه ثم عاد، فجاء الى سيدنا عمر فساله ما الذي اتى بك؟ انت جيت ليه؟ قال والله يا امير المؤمنين لقد رايت في منام رؤيا. جي من الولايه بتاعته عشان رؤيا، عشان رؤيا يعني قال ما أي رأيت. أي مكان بقى أي مكان قال ماذا رأيت؟ قال وجدت الشمس والقمر يقتتلان. الشمس والقمر يقتتلان، ووجدت النجوم البعض منها مع الشمس والبعض منها مع القمر. فقال له سيدنا عمر أنت كنت مع مين؟ أيوه كنت فين ساعتها؟ قال أنا كنت مع القمر. فعزله سيدنا عمر. لا إله إلا الله. لأن الشمس وضوح أما القمر مظلم، فيظل أنه سيكون صالما إلى هذه الولاية. لا لا لا، فعدله أمير المؤمنين. سبحان الله، كان جاي آخر مشوار ده كله عشان يتعزل. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ورد في الأحاديث أنه كان دائما يصلي الفجر ويتجه بوجهه إلى الناس ويقول أيها الناس من رأى منكم رؤيا فليقصها علي. ده رسول الله كان يقول كده عليه الصلاة والسلام. وكان أصحاب النبي كان أي أمر من الأمور يقدم عليه كان يستخير. يعني الرؤى والأحلام ده شيء موجود نعم. شيء نؤمن به المفروض عشان موجود في القرآن نعم نعم، موجود في السنة وحدث أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الحج أصلا الحج بناء على المنام تمام. والقصة بتاع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام كلها رؤية والعيد رؤية. بناء عن إيه؟ رؤية. طب بناء على الرؤية. لكن الرؤية الأنبياء حق يا شيخ. ما هو السيدة عائشة ورد ما الكلام ده فيه جدل كثير جدا برضو بين الناس اللي هم غير فاهمين. لو كان اقتصر على الأنبياء لكان صحيح، ولكن الشيخ الشعراوي فسر 100 رؤية. لا إله إلا الله. الشيخ الشعراوي الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ الأزهر فسر بعض الرؤى تمام. السيدة عائشة فسرت رؤية وبعض الرؤى. جت لها واحدة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رأت النبي قالت له يا رسول الله رأيت في منامي وقصت على رؤيا، فالنبي قال لها إيه سيرجع زوجك حياتي، لأنه كان في المدينة مسافر، وسوف تلدين ابنا صالحا. كانت حامل ورجع الزوج هو وضعت. جاءت بعد فترة من الزمن رأت نفس الرؤيا وقال النبي نفس التفسير سيرجع زوجك وتلدين ابنا صالحا. في المرة الثالثة لم تجد رسول الله، وجدت مين؟ السيدة عائشة. فأصرت السيدة عائشة أن تسمع المنام ففسرت كالآتي، قالت لن يرجع زوجك مش حياجي حيموت، وسوف تلدين ابنا فاجرا. فلما جاء النبي وجد أن هذا المرأة تبكي بكاء شديدا، ما الذي يبكيك يا أمة الله؟ وسأل السيدة عائشة فعرف ما حدث، قال مه نوع من أنواع الزجر. يا عائشة إذا عبرتم الرؤيا فعبروها على الخير. لا إله إلا الله. بس بسبب برضو الكلمة على الخير نعم. هل لو انت انا قلت لحضرتك رؤية دلوقتي نعم. وفيها شر تمام هتقولها انت خير؟ اقولها ولكن بطريقة مهذبة بطريقة سلسة، زي الرجل اللي هو راح يسأل معبر مفسر الرؤى والاحلام، قال له انا شفت في المنام اسناني هتوقع او وقعت، قال له اهلك كلهم ايه هيموتوا. فلما ذهب إلى معبر آخر وقال له نفس المنام، قال له أنت أطول الناس عمرا من أهلك. أطولهم إيه؟ عمرا. مع ذلك برضه ممكن يموتوا
وانت تبقى اخر واحد، بس ما قالوش ان هم هيموتوا. ايوه يعني 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 بطريقه كويسه كده بطريقه شكلها عشان مش صد كده مش صد كده. ولذلك دي نوع من انواع الحكمه يا استاذ محسن. في بعض الناس بعتالي بتقول لي ان كان حد نايم في مسجد، نعم، ودايم اكثر من مره وفي مسجد، نعم، ويقوم ايه يعني اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد محمد رسول الله بهذه الطريقه ويقوم مفزوع، بس بالشاهد بقى يعني ملك الموت جاي له. ده يدل انه ربنا ما ينذره، بيقول له خلي بالك انت بين قوسين او ادنى، بس مش معنى ذلك انه سيموت قريب، لا، بس يحذره يعني تحذير، تحذير من شيء معين، تحذيره على الطريق المستقيم. هو نايم في المسجد، اي نعم، ولكن هو مقصر في اموره كثيره، واكثر من مره يجي له الحلم ده. خلي بالك، لان في ناس تظن ان الانسان اذا دخل المسجد خلاص بقى، ووضع نفسه على القبلة وقال الله اكبر وصلى مع الناس اماما هو في الجنه. نحن لا نتكلم عن فضل الصلاه، فضل الصلاه فضل عظيم جدا، بس في اشياء يفتقدوها كثير من الناس. في واحد عنده يصلي ولكن اكل حق المواريث، تمام، واحد يصلي وظالم مراته، يعني مراته مثلا طلقها ومعاها 6 اولاد مش منفق عليهم على الاطلاق عشان خلافات بينه وبين زوجته. جزاك على هذا المنوال. جزاك الله كل خير يا شيخنا الفاضل. احنا نروح فاصل، تمام، ونرجع تاني بعد ما ايه بعد ما نفطر النهارده طبعا، ايه وقفه عرفات، تمام، نستاذن مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل بعد الافطار.